السلام عليكم سيداتي الكريمات، السادة الكرام، الإخوة والأخوات، أرجو أن تكونوا بصحة وبخير وفي أحسن حال. مرحبا بكم مجددا في قناتكم عروض واختيارات، موعد المتابعات الكريمات والمتابعين الكرام مع جديد عروض وتخفيضات بيم الأسبوعية الخاصة بيوم الجمعة والثلاثاء بجميع محلات بيم بالمغرب. تشاهدون الآن عروض بيم التي ستكون متوفرة ابتداء من يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020، تشمل العديد من العروض التخفيضية في الأجهزة الإلكترومنزلية، مكنسة كهربائية، جهاز تلفاز 43 بوصة سمارت، مكواة للملابس بالبخار، مسخن كهربائي، منشف للغسيل، إبريق زجاجي بغطاء، مزهرية، رداء وغيرها من العروض. أرجو أن تنال إعجابكم. المرجو من المتابعات الكريمات والمتابعين الكرام للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد ومشاركة الفيديو مع أقاربكم ومعارفكم لتعم الفائدة على الجميع، وإضافة التعليق والإعجاب هدفنا إيصال المعلومة للجميع. شكرا لكم. في انتظار الإدلاء بآرائكم واستفساراتكم وتساؤلاتكم حول هذه العروض، نترككم لمشاهدتها ونرجو أن تنال إعجابكم. أغتنم الفرصة لأشكركم على اهتمامكم بما نقدمه، وأرحب بالناس الجدد الذين يشاهدون القناة لأول مرة. أطلب منهم الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يتوصلوا بكل جديد.
تشاهدون الآن جديد عروض بيم التي ستكون متوفرة ابتداء من يوم الثلاثاء 1 جانفير 2020. تشمل العديد من العروض التخفيضية على تشكيلة متنوعة من الكؤوس الخاصة بالشاي والقهوة والعصير والماء وغيرها من العروض. أرجو أن تنال إعجابكم. نتمنى أن تشتركوا في القناة وتشاركونا تعليقاتكم واستفساراتكم وأرائكم القيمة حول هذه العروض. أرجو أن أكون قد وفقت وأن أكون عند حسن ظنكم في تقديم العرض، وشكرا على المشاهدة. للتوصل بكل جديد لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس وجيم للفيديو وإضافة تعليق. دعمكم استمرار لنا. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.